السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضر على واحد النقطه كنت هضرت عليها في الحلقه ديال المسيرين ديال المقهى، وكنت قلت باللي الا دخلتي واحد المحل ولقيتي فيه ناس اللي هما كبار في السن خدامين فيه، فحاول تفادى داك المحل وما تخدمش فيه. وبزاف ديال الاخوان تقلقوا من هذه النقطه هذه وهضروا معايا، قالوا لي ودي حنا راه خدامين بالحقوق ديالنا وحنا عندنا كرامه وحنا ماشي مدلولين الى اخره. فانا ما كنهضرش عليكم اول حاجه، وكنهضر على ديك الفئه اللي ما عندها والو من هادشي اللي كتقولوا عليه نتوما. فكاين الناس اللي ما عندها حتى شي حاجه، خدام 10 سنين في محل ما عمرها استفدت، ما عمر الاجر ديالها تزاد ولو ب 50 درهم. فهذه هي الفئه اللي هضرت عليها، وكانت واحد الميساج للشباب. انا ما بغيتش نهضر عليهم، ولكن بغيت نهضر على الشباب اللي هما كيقلبوا على الخدمه ما يخدموش في هاد المحلات هادو حيت ما غيستافد منه حتى شي حاجه. فكاين محلات ما شاء الله خدامين وكيوفروا جميع الحقوق للعمال ديالهم، وكتلقى جينيراسيون اللي فاهمه وعارفه الميدان، حيت كاين فرق ما بين واحد مختص في واحد المجال وواحد قهواجي. فهذه هي النقطه اللي كنت بغيت نهضر فيها في ذاك الفيديو، وبغيت نوضحها في الفيديو هذا. اما بالنسبه للموضوع او السلسله ديال عمال المقاهي، فهي كنحكي فيها على المعاناه اللي كيعانيوا هذه الفئه هذه، كيعانيوا لا مع المجتمع لا في العمل ديالهم لا في الحاله النفسيه ولا الصحيه ديالهم. فبغيت نخرج هذه المعاناه للعلن، وبغيت نوضح هذه النقطه هذه لبعض المسؤولين، حيت كاين المسؤولين اللي هما مزيانين خدامين، وكاين المسؤولين اللي هما فاسدين. فبطبيعه الحال حنا بغينا نحاربوا دوك الفاسدين. وبين قوسين غادي نهضر على واحد القصه كانت وقعت لواحد السيد اللي كنعرفو شخصيا. كان خدم في واحد المحل لمدة تقريبا ديال 3 سنوات. العام الاول اللي خدم فيه في داك المحل خدم مع مول المقهى، والعامين الاخرى كان المقهى كتكرى، يعني كيدخل كاري ويخرج كاري، خدم مع الكاري الاول العام وعاود خدم مع الكاري الثاني. فاذا بي وقعوا ليه مشاكل في الخدمه، ومشى دار واحد الشكايه للضمان الاجتماعي. فبطبيعه الحال خرجت واحد اللجنه، من بعد تقريبا 10 ايام خرجت واحد اللجنه ومشات لديك المقهى وقيدت البيرسونيل اللي كاينين تمايا الى اخره. فملي ساق مول المحل يعني مول القهوه ساق الاخبار، جاو وتفاصل معاهم وقالوا له ودي خصك ضروري تجيب واحد الالتزامات بالتنازل ديال هاد الناس هادو، وحاول يضغط على دوك الخدامه باش يسني واحد التنازل باش هو يفصلها. وهذا مشكل، لانه واحد كيطلب الحق ديالو حتى كيجيو ناس اخرين كيستافدوا على ظهره. راه هادو هما النقط اللي كنا باغيين نهضروا عليها، راه ما بغيناش نعيروا شي واحد ولا نسبوا شي واحد.